بعض الناس أظرف حاجة، يعني في خلاف هل حسن مبارك ولي أمر ولا ليس وليا الأمر الآن يا إخواني. والله الذي رفع السماء دي مسألة في، يعني أنا نفسي نطلع من القصة دي، يعني ندعي ربنا أن ربنا يموت الراجل عشان نخلص القصة دي. بعض الناس يقول لك طالما هو موجود وحي يبقى ليس ولي الأمر، وكل اللي بيحصل ده كله خروج على ولي الأمر، والناس كلهم خوارج وفسقة، وبعضهم ربما يوصلهم إلى الكفر. دي مسألة يعني لا نريد إن احنا نجعل فيها ولا ولا براء، ولكن هناك الموجود بالقوة، في هناك الموجود بالفعل والموجود بالقوة، ده الصلاحات المناطقة. الموجود بالفعل هو الذي أنت فعلته فوجد بفعلك طبعا بإذن الله تعالى، والموجود بالقوة ما لم ترتبه أنت، يبقى وجد من غير ترتيب بإذن الله تعالى. يبقى اللي بترتيبك يبقى ده إيه؟ بالفعل، واللي وجد من غير ترتيبك ده بالإيه؟ بالقوة. فدلوقتي النظام غير موجود بالفعل ولا بالقوة؟ بالقوة. هم اللي خرجوا دول كان في دماغهم المسألة دي. الأول كانوا خارجين بيطالبوا من الضباط اللي قتلوا مش عارف إيه يتحكم. المسألة ولعت، خلاص نطالب بمحاكمة العدل. ولعت، نطالب بإقالة الحكومة. ولعت، اسقط بقى النظام بقى. يبقى المسألة كده بتسخن.